جاءت مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال في قرية بيت دجن، وقالت طواقم الهلال الأحمر إن 26 متظاهرا أصيبوا بحالات اختناق من جراء إطلاق قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين. كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بعد قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان في القرية. قالت مراسلة العربي إن عناصر القوة الأمنية المشتركة بدأوا بالانتشار في مدارس وكالة الأونروا في مخيم عين الحلوي بعد انسحاب المسلحين منها. وكانت الأمم المتحدة دعت الفصائل المتحاربة في المخيم إلى إخلاء هذه المدارس فورا. بالنسبة إلى الوضع في مخيم عين الحلوى للاجئين، وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، كل مدارس الأونروا الثمان في المخيم سيطرت عليها المجموعات المسلحة وتسببت في تدمير وأضرار كبيرة فيها، فيما مدارس أخرى خارج المخيم تستخدم حاليا لإيواء العائلات المهجرة. أكثر من 11,000 طالب من اللاجئين في جنوب لبنان لن يتمكنوا من بدء العام الدراسي في 2 أكتوبر، ووكالة الأونروا تعمل حاليا على إيجاد بدائل بحيث يتمكن طلاب المخيم والمناطق المحيطة به من العودة إلى المدارس في أقرب وقت.